خويا هذا تعداو عليه، تعدات عليه واحد السيده عند نفس السيكشون، وهاد السيده ديما كتعدى على بنادم. جات قالت لها الدر اللي عندي، قالت ليه شوف فايشه هي اصلا جايه عند الخواد اللي عندي بغات تخطبها. الخواد اللي قالت لها لا هذاك ولدك خايب فايش مجوج ومطلق، انا ما باغيهاش واخا تبقى ينتشي. هي تشب عيالتها سبات فيها ميول، قالت لها ندير لك غنفعل لك وغنصيف لك خوك للحبس، ومازال غنجيبو يدخل للدار عندك. هذاك الشيء ديال خواد ليا، قالت لها اللي في جهدك ديري. دازت المده السيده مشات غبلات تقريبا شي 6 شهور ولا 7 شهور، جات ليله 27 فهاد رمضان هذا ليله 27 جات ولات كدور وكتعاير. حنا ما عرفناش اللي من كتعاير ما في راسنا والو، حنا ما بيناتنا وبين ولادها غير الخير والاحسان. نهار العيد صيفطت ولدها قالت لها دير لي هذا اللي هو خويا، تعدى لها على ولدها الصغير. وهاد الدر اللي مني جيت انايا وسولت وقلت لي انت واش معدي على ولدها، قالت لك اودي انايا ما معديش عليها حيت انا فيش متهماني، انا ملي كنت في اللاج ديالو متهماني. قالت لي انت شكون فسي لي على ولدي، وانا ما وصلتش معاه بحال هكا حيت كان الشهود كان واحد في ولادها. وانا ما ثقتش ملي قالت لي اخوك ما ثقتش، قلت لها شوف غندير شهاده طبيه وفين ما بغيتي نوصل معاك غنوصل معاك. هاد السيده بان هاد الدر ما دايرش، قالت لي لا دير وعام هذا باش ندير، وانا ما بغيتش نشوهو. قلت لها كان هو عام وانت بغيتي تشوهي، اذا انا ما مديرش، انا راه غنتابعك. جات عند خويا قالت لي شوف لا ديكلاريتي لا بغيت يديروا معاك والو، ولا قال لها داروا معاك انا غنشد لك في الاغتصاب ونقدر نفعلها معاك باي اي طريقه. الدري تعصب لينا دابا، كنبغيو نديو للدار ما كيبغيش يمشي، كيقول لك لا كنمشيو للدار كيجيو لينا. وفعلا نهار دخلنا الكوميسير دخلنا للدار جاو لينا. جات لي عصابه فيها تقريبا شي 40 واحد، وكاين انا خويا وثلاثه الدريات، حنا غنضاربو مع 40 واحد لا يمكن. الجيران حدانا شافوا الحكره شافوا داك الشيء. اول حاجه بعد هاد السيد هذا اجي انت عندي، هاد السيد كان جالس حدايا ملي خرج ليا بالسيوف. هذيك الساعه الله دخلنا للدار، دخلنا لكم هذاك الاسماء شوش دار ليه هنايا بالسيف. قلت الضربه بطريقه الدري هذا، انا حيت هذا ما شافوش مسكين كان حاضر راسو الاخر جا ليه بالسيف وقف سبحان ما كضربني انا صدق طايح الله صافي. فاش بقاو مسكين محاربين مع انا طايح هما محاربين مع الدراري ولا الدرب، تقريبا جا شي 30 ولا ما عرفتش، شي هزت السلاح شي هزت 10 فهمتي. هادشي اللي كاين انا بعدا. وانا خويا دابا كنت باغي شاهد واحد وتا واحد ما بغى يشهد ليا. من الانسان كنقول ليه علاش ما بغيتيش تشهد كيقول ليا خايف. كنقول لهم هاد المرة غتخافوا منا شكون هي شكون في ملك الله، تخوف من الله. وجاو دابا تقريبا الدراري من سما بحال داكشي بغاو يشهدوا وجمعوا ليا لاكارطاج ودفعت ديكلاراسيون. ولكن اللي كنتفاجئ فيه هو البارح بنادم كيجي عندي ويقول لي عطيني فوتوكوبي ديال لاكارت. علاش اودي؟ والدينا قالوا لينا غتوصلوا مع ديك المراه للمشاكل، وهذاك السيد ما غياخذش حقه. لهذا الشيء انا كنقول لكم اخويا باغي ناخذ حق خويا من المخزن قبل ما نديروا شي مشكل، حيت انا وليتيهم في الدار وهاد الدراري كاملين تامن خدام عليهم، وهي باغي تصيفطني انا باش هما يتشردوا اخويا. وهذا الشيء هو اللي ما بغيتش ولا ما عمر يمكن. انا قلت لها واخا تجيك نوصل معك فيما بغيتي وتعطيني مليار، قلت لها والله ما نسمح لك، قلت لها حيت تهمتينا وعذبتينا بنادم معيد وحنا هربانين من الدار الحشومه والشيران كل شيء شاهد. وانا بغيتكم اخويا غنديكم شل تما وغتسولوا وغتشوفوا الا كان فيه انا العيب حكموا لي انتوما قبل من المخزن اي حاجه. هاد السيده هادي اخويا العلم لله، كل واحد واش كيقول. هاد السيده كاين اللي كيقول لك هادي ديالهم، كتمشي كتعطيهم الفلوس خدامه باش تنتف من هذا ودي لهذا وتظلم هذا، قال لك هادشي باش خدام. وهي كتمشي لليبيا، هي كتمشي لليبيا كتقول لهم انا الفلوس موجوده، انا اللي بغاني يتبعني في المخزن، انا خويا ايتيم فلوس ما عنديش. وانا حد الان الناس اخوالي وامامي هما اللي جمعوا لي باش تلي العمليه. وهي قالت لي صيفطت لي الناس قالت لهم سيروا قولوا لي انا نعطي العمليه. قلت لها انا ما غنشد منك حتى ريال. هما كانوا قالوا لي جيب لنا الشهود، ومن الشهود سمعوهم تجمعوا اجلوني دابا حتى الاثنين، وانا دافع عليهم جوج سيرتيفيكات 21 يوم. 20 يوم بغيت نحمي بها راسي باش نداوي خويا، حيت ملي كنجيبو للسبيطار هما كيطلعو يتهجمو ليا الدريات.